مش عم نخلص. لك يا بابا كلنا قرينا كورني. لا كورني ولا طه حسين، عيفني. شو رايك شوية انجليزي؟ لا. ليش صار لك 6 أشهر بلا مدرسة؟ ايه ما حق علي، لما بتفتح بيصير شي تاني. يمكن ما تفتح بالمرة. من تمك لبيب السم. طيب شوية تاريخ عربي. تاريخ عربي؟ يلعن العرب. ليش يلعن العرب؟ العرب جرب. ليش انت شو؟ انا؟ انا لبناني. فينيقي. فينيقي؟ مو سمعها. من صف تاريخ العرب. بالعكس يا بابا، لازم تكون فخور بتراثك. العرب بنيوا حضارات من اسبانيا للصين. انت بتعرف انه الاوروبيه كانوا بعدهم بالمغاور، لما العرب كانوا بالطب وبالفيزياء وبعلم الفضاء، وهيدا من 1000 سنة. ايه من 1000 سنة. روح هلا شوف. ما بقدر لومك. صح هالايام العرب برموا ظهرهم علينا. لا مش بس العرب، العالم كله برم ظهره على لبنان. بس كمان اذا ما درست ما بتتخرج. بدون شهادة بتنتهي مثل ابن عمك خليل، بيع فلافل. فلافل؟ انا بموت بالفلافل.